capitale africaine de la culture. Cette initiative s'inscrit dans une politique culturelle globale engagée par notre pays et qui consiste à déployer des efforts pour la formation des professionnels du théâtre, la création et l'équipement des salles de théâtre, le soutien à la production et à la diffusion des pièces de théâtre marocaines, mais aussi l'ouverture sur les expériences théâtrales internationales dans les créations africaines. اليوم نفتتح إحدى التظاهرات المشكلة لبرنامج الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية. هذا البرنامج الذي يحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، والذي نفتتح اليوم المهرجان المسرح الإفريقي. هذا المهرجان الذي ينظم لأول مرة، والذي يشارك فيه أو يتضمن برنامجه إضافة إلى عروض مسرحية لعشرة دول إفريقية من مختلف الجهات بالقارة الإفريقية. هناك أيضا لقاءات وموائد مستديرة منظمة بالتعاون مع المعهد العالي للفن المسرحي ومع مؤسسة هبة، حيث ستشهد فضاءات لاغونيسونس وليزاداك هذه اللقاءات مع الفنانين والمهنيين. طبعا هذا المهرجان هو أيضا يعني يأتي في إطار السياسة التي تنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل للنهوض بقطاع الفنون الحية وبصفة عامة والمسرح على الخصوص، سواء والتي ترتكز على عدد من المرتكزات، منها إحداث أو تشييد وتجهيز المؤسسات المسرحية، وأيضا التكوين في مجال المسرح عبر المعهد العالي للفن المسرحي، وكذلك دعم المبدعين المسرحيين والإبداع المسرحي عبر برنامج الدعم الذي خصص له هذه السنة مبلغ 23 مليون درهم، سواء على مستوى الإنتاج أو الترويج. وهذا المهرجان أيضا يعني بالنسبة لوزارة الثقافة، فقد حان الوقت لانفتاح المسرح الإفريقي ولنقل تجارب المسرحية بقارتنا إلى مغربنا، من أجل طبعا خلق التواصل ما بين المهنيين والمبدعين المغاربة ونظرائهم من باقي الدول الإفريقية. إذا 10 فرق مسرحية أو 10 مسرحيات ستعرض بقاعة بحنيني يوميا للتباري حول جائزة العمل المميز أو جائزة المهرجان المسرح الإفريقي. ستستمر فعالية هذه المهرجان من 25 إلى 29 من الشهر الحالي، وسيكون الحفل الختامي يوم 30 في هذا الشهر إن شاء الله. C'est un très très grand honneur que le Maroc me fait en m'honorant de cette façon. Et surtout que c'est aussi en plus un événement qui est parrainé par le roi en personne, ça c'est extraordinaire. Je dis, au moment où le président tunisien chasse les Africains noirs, c'est en ce moment-là que le Maroc célèbre le théâtre africain. C'est quand même extraordinaire, ça se passe de tout commentaire. أنا فرحانة بزاف المشاركة ديالي في هاد التظاهرة، الدورة الأولى للمهرجان المسرح الإفريقي في مدينة الرباط. أنا بيان سور مشاركة بواحد المسرحية سميتها إلي تيت اون فوا لا جو، كان يا ما كان التنورة، اللي هي من إخراج أمين بودريقة لا كومباني كورسان، اللي هي اون كومباني رباطية. وحنا فرحانين بزاف اللي كنمثلوا المغرب في هاد التظاهرة القارية، لأن زعما كفاعلين ثقافيين هذا بالنسبة لنا مشاركة في الإشعاع القاري ديال البلاد ديالنا. وحنا فرحانين بهاد الضيوف اللي جاو عندنا، حيت كنعتبروا نفوسنا زعما أهل بيان سور، أهل المكان وأهل البلد. بيان سور التياتر محمد زانك لعبنا فيه زعما ودوزنا فيه أيام كثيرة، وفرحانين اللي كنشوفوا هاد الإشعاع القاري ديالو. هذا كذلك مناسبة باش نتلاقاو مع الأشقاء ديالنا الأفارقة ونتشاركوا فين وصلنا من ناحية
المسرحيه الثقافيه فين وصل المسرح ديالنا، شنو هما الهموم ديالو، شنو هما الانجازات ديالو. هذا كيجعلنا كيحط واحد اللبنه ديال العمل المشترك بيناتنا، حيت بما اننا هو بيناتنا بزاف الحوايج مشتركه دونك يمكن لنا نخدموا مع بعضياتنا. علاش لا؟ انا جيت البارح وديجا زعما تعرفت على بزاف ديال الناس مهمين اللي ما كنتش كنعرفهم للاسف في مهرجان المسرح الافريقي، زعما في هذا الميدان ديال المسرح الافريقي. وكنتمنى ان شاء الله باش تكون خطوه للامام للجميع، كنتمنى لجميع المشاركين حظ زوين ومقام زوين في المغرب، وكنتمنى باش هذه المبادره ان شاء الله تكون الاولى ويكون تابعينها بزاف ديال المبادرات، حيت حنا محتاجين لهذا الشيء ومحتاجين لهاد لي فنات، هاد النوافذ اللي كتجعلنا نعبروا لمناطق اخرى ويسمعوا اصواتنا ناس اخرين. دونك كنشكر المنظمين على هاد التظاهره، كنشكر المسرح محمد الخامس ووزاره الثقافه، وحظ موفق للجميع.